السلام عليكم. لوني فاقفة. سؤال، هل أنتوا أعز أصدقاء حق أنفسكم أم أنتوا ألد أعداء حق أنفسكم؟ أنا الاثنين. اللي مار على مطار فرانكفورت ترانزيت يرفع لي إيده لو سمحتوا. تكرهونها. رايحة نيويورك، كنت بفينس ورايحة نيويورك، وعندي ترانزليت بفرانكفورت، متأخرت الطيارة ساعة، صار ترانزيتي أقل من 50 دقيقة بما فيها الجوازات والتفتيش، وأوصل حق التفتيش حق أمريكا تدرون عويس. مهم، طبت الطيارة مو على المدرج، مو بوابة، ركبنا الباص، بدأ فيني القلق، بديت أحاتي، طوفني الطيارة ما طوفني الطيارة، ما في طيارة ثانية رايحة نيويورك بعد، هذه آخر طيارة، إيش بسوي؟ المهم وأنا في الباص، ولا ريال شي شايب شاي طالعني مع عكازة، شاي طالعني كان يقول لي أنت بعد متأخرة؟ قلت له إيه، كان يقول شوفيهم كل الناس متأخرة بس ترى كلنا راح نوصل. قلت إن شاء الله. بعد شوية كان يسألني أنت من وين؟ قلت له أنا من الكويت. قال لي وين رايحة؟ قلت له رايحة نيويورك. كان يقول لي أوه، اللي قاعد يمي كان رايح نيويورك، وكان يعرفني عليه. شو يقول هو رايح معك نفس الطيارة الظاهر، طلعت نفس الطيارة. كان يطالعني اللي كان قاعد يمه، كان يقول لي أنا عداء ماراثون، راح أركض قدامك وراح أحاول كثر ما أقدر أخر الطيارة كلهم جاية. وصل الباص، شوي ارتحت، وصلنا عند البوابة، دري، كان أشيل شنطتي، كان أطلع الدري وين أسكليتر متروس، شدي الناس، طلعت فوق، كان أفتح شنطتي، كان أبدي أركض، أركض في المطار، أركض أركض، جزء مني حاتي أوصل ولا ما أوصل، وجزء يقول إن شاء الله، لا إن شاء الله توصلين، إن شاء الله توصلين، وأنطر، وشي فيني مطمئن، فيني عندي أمل، في عندي شخص شفته راكض ما شاء الله زقت قدامي وراح بعيد، إن شاء الله راح يقدر يوقف الطيارة لو 5 دقايق، أنا أحتاج 5 إلى 10 دقايق مو أكثر. المهم وأنا أركض هم أحاتي راح أوصل ما راح أوصل، وهم مطمنة. بعدين طرى على بالي شيء، واللي مارين مطار فرانكفورت أكيد يعرفونه، إيش كثر ناس تركض؟ أغلب اللي يسوون ترانزيت فرانكفورت يركضون. كان أتخيل شلون الناس تطالعني، لابسة أصفر، جنطتي صفرة، وقاعدة أركض في المطار، شك قاعدة أضحك، أضحك على نفسي إن منظري عجيب. قلت له أنا أحد شلي قدامي مر بهالألوان ويركض، شان ضحكت، ما أضحك عليهم، أضحك إن أشوف الأصفر يركض شلي. المهم وصلت الأسانسير، ما شاء الله ساعته الناطرش كثرة، كان أشيل نزل جنطتي وأشيلها وأنزل الدرج كله، تدرون 4 فلايتس مو شوية. وصلت الكوريدور 270 متر بس هالكوريدور، ركض ركض ركض، وعقلي قاعد يقول لي راح توصلين راح توصلين، ما شاء الله عليك أنت قادرة راح توصلين. وطول الوقت ولاحظت إنه تفكير يقول لي لا إن شاء الله بتوصلين إن شاء الله بتوصلين، وبس فأطالع وأنا أركض أطالع اللوحات مال المطارات، في لوحات مطارات JFK شارل دغول هيثرو هونغ كونغ، طالعهم وابتسم راح أوصل. وصلت آخر الكوريدور، طابور على الأسانسير، كان أشيل جنط وثقيلة جنطتي حيل ثقيلة، وركض الدري، وكل ما تعبت قلت خلصت أكثر من نص المسافة، ما بقى شيء، كملي كملي أنت قادرة كملي. ومرات أغني حق نفسي عاشت انتصار، شدي وايد ينفع معي أنا عاشت انتصار. المهم
وصلت فوق طلعت بوابتي من جرادة الحظ آخر بوابة في المطار اللي جيت آخر شيء. الحمد لله جرارة جنطتي وأجرها وأركض لين يوم قربت يم بوابتي والماراثوني قدامي طالعني توهم بادين يدخلون يمكن هو آخر إلى قبل آخر واحد يدخل الطيارة عشان يقول ياي سوي شذي عشان أقول إيه وصلت وصلت تعبانة بس وصلت. ركبت الطيارة رفعت ريولي تحمت ربي ومشى موضوعي. بعدها بشهر نفس الموضوع بس هالمرة أنا رادة الكويت ومعاي زميلتي في الشغل هي رادين من ميلانو هي بتروح بولندا مسوية ترانزيت فرانكفورت وأنا راجع الكويت. تأخرت الطيارة هالمرة ساعة ونص إذا مو ساعة وأربعين دقيقة يعني عندنا 45 دقيقة هي عندها 45 دقيقة توصل بوابتها أنا عندي ساعة ساعة وخمس عشر دقائق أنا عندي وقت مهم معها هم باص. بالباص قاعد أنا تفكيري اف شلون الحين راح تطوف هالطيارة إذا طفت الطيارة ما في طيارة ثانية حق مدينة اللي رايحتها وأنا مغيرة تذكرتي عبتها معاي فحسيت بعقدة ذنب كبيرة حسيت إني أنا خربت عليها رحلتها هي رايحة حق أهلها ست أيام إجازتها فإذا طافتها الطيارة يمكن تنطر باكر. طول ما أنا قاعدة في الباص هم باص وأنا شدي داخل راس داخل عقلي حكي أنتي إيش سويتي انتصار شببتي انتصار ليش سويتي شدي أنتي غلطانة مفروض ما تاخذين هالطيارة مفروض تاخذين طيارة ثانية. في الباص قاعدة واقفة في الباص أنا ما أحب أقعد واقفة في الباص وأحس نفسي شدي أسوي قدام كأني بدز الباص أبي السايق يروح بسرعة وطالعها هي عادي وأنا أكل نفسي بنفسي كل مرة شدي أنت كل مرة تروحي مطار فرانكفورت تسوي بنفسي شدي ليش روحي طيران ثاني سوي كونكشن ثاني. المهم قساوة ما وراها قساوة وصل والباص كله هاهيل يعني حتى ما أقدر أدزهم. المهم طالعت لفت عشان ألاقي باب الأول الباص فاضي عشان قلت له نطلع هناك نطلع ونروح ونشيل الجنطة هذه الجنطة ونركض بالدري فوق أول دري. وصلنا المدربان مال فرانكفورت هذا الطويل واسحب الجنطة ونركض ركضنا ركضنا ركض وبالي تأنيب ضمير وكلام أبشع ما من هالكلام بالي ما فيه. وصلنا الأسانسير زحمة شلنا الجنطة ركضنا الدري وصلنا تحت وصلنا الكوريدور اللي ما واطنا نركض والتأنيب الضمير والحكي اللي ما له داعي براسي انت غلطانة انت ايش سويتي اطالع البنت ما فيها شيء تبتسم انا ما اكل هم نفسي همها نص الدرب ولا انا بيوقف قلبي ماني قادرة حتى خطوة اخطيها وقف قلبي عشان طالع قلت لها قاية سوري ما اقدر انت روحي اوكي عشان تلمني وتبوسني وتركض. انا صرت امشي ماني قادرة وصلت الأسانسير ولا زحمة عشان أقعد وسب ولعن في المطار ليش ما يحطون أسانسيرات هالناس ما تعرف تروح الدري كلهم رايحين أسانسير. المهم ما أصبح الكل رحت الدري وصلت فوق ولا أشوف قاية راكبة طيارتها وصلت ركب طيارتها وأنا رحت على طيارتي. سنة 2013 أنا بديت مبادرة النوير بديتها عشان كان في فيديو طالع اللي تسوى الفيديو بحسن نية كان يبرز أبشع ما في الكويت كل بشاعة بالكويت كل وساخة
بالكويت مطلعها مصور جليب الشيوخ مسويها كأنها الكويت. لما سألت ليش قال لازم نشوف بشاعتنا عشان نتغير. أنا الفيديو بتشاني وما فهمت شلون لازم نشوف بشاعتنا عشان نتغير، ما كنت فهمتها. فبعدين طلعت مبادرة النوير علشان عرفت اللي نبرزه نصدقه، اللي نبرزه نسويه. إذا شجعنا نفسنا قدرنا نسوي، وإذا كسرنا بنفسنا ما قدرنا نسوي شيء. لاحظت أن اللي بتشاني في الفيديو أنا سويته بنفسي. كسرت نفسي على بول أني أنا راح أقدر أسوي اللي مفروض أسوي، مفروض أوصل، ولكن بهالدرب أنا كسرت نفسي. حطمت كل أمل عندي أني أوصل، وبدون أمل ما حد يوصل، بدون أمل أصلا ما حد يتحرك من مكانه. الموقف الأول كان عندي أمل، الموقف الأول كنت لطيفة مع نفسي، الموقف الأول أنا كنت صديقة نفسي. الرحلة الثانية أنا عدوة نفسي. كل تفكيري كان إني إذا ضغطت على نفسي راح أوصل، إذا دزيت نفسي بعنف راح أوصل، إذا أنبت نفسي راح أتغير. ما نفع معاي. بدون أمل لا الكويت تتعدل ولا أنا راح أوصل. بدون أمل ما في شيء يصير. بالتكسير ما ينبري ولا نجبر أي شيء. سؤالي لكم الحين التالي: منو منكم أعز أصدقاء نفسه؟ ومنو منكم ما زال يعتقد إن لازم يؤذي نفسه علشان يصير أحسن؟ وشكرا لكم.